شاركتي مع دورة كانت تجربة سرية جدا. شاركت معهم في دورتين، دورة كانت في بيروت اتكلمنا فيها أكتر على نظام المحليات ودور الشباب فيه، والتجربة التانية هنا في الجزائر حول الدليل وطبيعته وشكله حتى من حيث المحتوى. أعتقد أنه قدرنا في الدورتين دول أن احنا ننمي حاجات كتيرة قوي عند المشاركين، زي ما أثرت فينا وأضفت لنا خبرات كتيرة من دول مختلفة في المنطقة. يمكن أهم الخلاصات اللي خرجت بيها أنه التقسيم التقليدي بتاع مشرق مغرب تقسيم مش سليم في كل الأوقات، وأن احنا بنحتاج أن احنا نضع قواعد أخرى للتقسيم مبنية على معايير حقيقية تقدر تورينا المنطقة بشكل أوضح وتقدر تخلينا نشتغل بشكل أكثر فعالية على الأرض. خبرات الشباب من الدول العربية كانت إضافة مهمة ليا في المشروع ده، والمعلومات حتى أقدر استغلها في شغلي في المجال البحثي. تجربة مع النواب المنتخبين من المحليات عرفتني أكتر على طبيعة النظم المحلية في الدول العربية مختلفة، وإزاي ممكن يبقى التفاعل معها في طريق بناء نظم ديمقراطية في منطقتنا، وفي طريق إشراك المجتمع في النشاط بشكل عام في المنطقة.